واش نقول لك مشي حندز مزيان وكل شيء راه اللي خد... اللي كنحافظ راه خدم في الفيزيك هادشي كنقول لك وكان شويه طويل وكان الميكانيك شويه صعيب حتى هو كان شويه طويل فيه الكشابه الميكانيك ديال سيونس مات والميكانيك كان صعيب صعيب الصراحه مشات واحد خمسه نقاط وكاين ماشي مشكل ومن ناحيه لونجلي راه ساهله ساهله راه داكشي عاد لكن انت عتقافي عمار غاش خدم باللونجلي والحمالكي الياس المالكي تحياتي رشنا اللايفات ديالك البارح موتيفاسيون واش غنقول لك وانت انا راه كنت غلاي دقاقي شاب كثر الحفاظه لا 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 عادي شوف الحناقه خاصك اصلا كان رقيقه كيكذب واش غنقول لك بالنسبه للناس اللي نقلوا اليوم راه من حقهم راه اضرابات وكل شيء واللي لقى الله يسهل عليه حنا نبغيو اليوم الله يسهل عليهم ونكذب عليك انا في بريفي ما عطاوش عليا والناس الاخرين الدراري الاخرين اش يقولوها خويا اليوم دوز الامتحان خصوصا ديال الفيزيك ساهل والصراحه راه ما كايناش شي حاجه ما قريناش انا اللي بقى يكذب يقول لك هادشي ما قريناش وحده كتسخف ليه وحده كتسخف ليه راه ما كايناش هادشي اخوتي والله ما كاين داكشي ساهل حلاوه ميكانيك ميكانيك حنا كل خير ما راجعناش الحلاوي وصعيب شويه خدمت فيه البارشيه الاولانيه الثانيه لا لونجلي لونجلي تنقول لك اخويا 45 دقيقه ساليش قالت لي الاستاذه قال ما تخرج انا اول واحد خرج من المدرسه في لونجلي اخويا اوه هادشي اللي كان اخويا هادشي راه ساهل شي براسك مرفوع عند والديك ابرون طبيعه الحال واصل الوالده راه موجده لي واحد الدجاجه راه قالت لي اجي تاكل قالت لي خدمتي مزيان قلت لها قالت لي صافي راه موجده لك الغدا عندكم شي ارتباك لا 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 الدراري مصور كيضحك بعد المات ان شاء الله موجودين مزيان نتمنى داك الشيء يتحط مزيان هو هذا ما كان اخو كان كان مولدات تخيل معايا ولاد الناس خويا كربطه العسكريه خويا راه انا نقول لك انا كنت ما ندوش مزيان راه بسبب الفار مشات لي اخويا البطوله الصراحه انا بريفي قرينا مزيان حتى واحد ما كانش يغيب سوايعنا ديالنا كاملين صافينا مزيان ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.